أعزائي المشاهدين وفي قناة حنبال، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله وعلى بركة الله نستهل معكم برنامج الفضاء الحر المباشر اليوم الاثنين 22 أبريل 2013. ضيفي اليوم أمني السيد منتصر المطري، الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي. سي منتصر أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا على حسن الضيافة. بارك الله فيك. الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي قام اليوم بندوة الوطنية الأولى تحت شعار الإصلاح الأمني وإرساء مقومات الأمن الجمهوري تحت شعار التحديات المبادئ الأهداف. سي منتصر، خلينا نفسره للمواطن اليوم للمشاهد بصفة عامة، ماذا يعني دستورة الأمن الجمهوري وكيف ترون إصلاح المنظومة التشريعية الأمنية؟ شكرا سي فوزي على حسن الاستضافة. اليوم نظم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الندوة الوطنية الأولى بعنوان الإصلاح الأمني وإرساء مقومات الأمن الجمهوري بين التحديات والمبادئ والأهداف. هذا في إطار المشروع الذي قدمناه سابقا إلى المجلس الوطني التأسيسي، ويعتبر هذا المشروع من أبرز الركائز الأساسية لإعطاء المفهوم الصحيح للأمن الجمهوري. أيضا قلنا أهل مكة أدرى بشعابها، من باب أولى نشكر جميع المختلف مكونات المجتمع المدني اللي قاموا بمثل هذه المبادرات. هناك سياسيين وحقوقيين خذوا مشروع الأمن الجمهوري، لكن عملا بقوله سبحانه وتعالى لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نحن أولى أن نعطي هذا مفهوم الأمن الجمهوري. ما هو الأمن الجمهوري؟ ما هي ركائز الأمن الجمهوري؟ ما هي أولويات الأمن الجمهوري؟ برؤية أمنية بحتة على قاعدة تشاركية، وأن نقول أن نبني هذا الأمن الجمهوري مع مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين، باعتبار هذا الأمن هو الأمن القاسم المشترك بين جميع التونسيين، والأمن لا يستثنى منه أحد. ومن منطلق هذا الفكر وهذا التوجه اليوم انعقدت الندوة الوطنية الأولى متاعنا، وقدمنا فيها العديد من المشاريع، منها إعادة الهيكلة التشريعية للمؤسسة الأمنية ومشروع الأمن الجمهوري. حكيت على الحقوقيين والسياسيين اللي ممكن أنهم يشاركوا في هذه المنظومة الإصلاحية للأمن اليوم اللي تحبوه واللي نريده الكلنا أنه يكون أمن جمهوري. ما تراش سي منتصر أنه تشريك السياسيين ممكن أنه يؤدي إلى إصلاحات تصب في خانة تسييس هذا السلك؟ أطمئنك أولا وأنه بوجود هذا الهيكل النقابي الحي في صلب وزارة الداخلية وفي صلب المؤسسة الأمنية، نمنع كل من تخول له نفسه تسييس المؤسسة الأمنية أو إدخالها تحت أي عنوان حزبي أو إيديولوجي أو سياسي. نحن من هذا المنطلق أيضا ندعو اليوم جميع التونسيين باختلاف مكوناتهم، لأنه كنا جزء من المشكل فيما سبق، أصبحنا اليوم جزء من الحل في بناء تونس الجديدة وتونس الديمقراطية. لا نخفي على أحد أن وجوب أن نشرك جميع الفاعلين الموجودين في المجتمع التونسي حتى لا يستثنى أحد. الإطار السياسي يكون له مستوى معين للتدخل في إصلاح المنظومة الأمنية، الحقوقي يكون له مستدى معين وحدود معينة للتدخل في إصلاح المنظومة الأمنية، وكلا يدلو بدلوه في نطاق الاحترام الحدود. لكن يبقى من الأصل وأن المنظومة الأمنية وإصلاحها يكون من الداخل وبأبنائها بدرجة أولى. وبالفعل في هذا الإطار، في أول تعليق لها قالت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي السيدة محرزية العبيدي، قالت أنه يجب تغيير العقليات قبل تغيير القوانين. شنو تعليقك على ما جاء على لسان السيدة؟ والله التغيير يمشي اون دو ليني باراليل، تتغير العقليات لكن تتغير القوانين. هذا لا يستثنى منه تغيير العقليات، وجوب تغيير العقليات ووجوب تغيير القوانين. أنا معها في رأيي، لكن أنا أقول لها أيضا يجب أن نحن اليوم عملنا ثورة وطنية قام بها الاتحاد الوطني قبل الأمن التونسي في تغيير القوانين، باعتبار أن القانون هو الذي يسير النسيج الوطني، والدستور هو اللي يعطي الملامح الكبيرة للمؤسسات الدولة، ولكن القانون هو أصل الضابط للعلاقات. واضح. في نفس الندوة طالب زميلكم السيد محمد الزيتوني الأمين العام المساعد للاتحاد بضرورة تغيير العديد من القوانين، وخاصة اللي تحد من حرية رجل الأمن على غرار الحقوق المدنية والسياسية، رخصة التنقل بين الولايات والسفر، رخصة الزواج أيضا. فشنو المقصود بالحقوق السياسية؟ والله شوف،
ننادي بتغيير القانون عدد 70 لسنة 1982. اليوم لا نستطيع أن نرتقي إلى مستوى الأمن الجمهوري بقانون ينظم الحياة الداخلية والنسيج والعلاقة بين الرئيس والمرؤوس بقانون بائد سالب للحرية. هناك العديد من القوانين التي لازت إلى حد هذا التاريخ تسير الحياة رجل الأمن، منها الزواج برخصة، منها السفر برخصة. وحتى باش نوصلوا نهار من نهارات نلقاو أنه الإنسان حتى لو كان باش يولي يشرب كاس ماء خارج النطاق المحيط نتاعو يولي ياخذ رخصة. هذه ثورة على تغيير القانون، وبتغيير القانون نسمح لأنفسنا ويسمح المجتمع اللي شاركنا في هالتوجه هذايا أن يكون العون الأمن هو يتمتع بحقوق المواطنة. اليوم أنت تعرفوا أنه عون الأمن لا يحق له الانتخاب. أنت تعرف اليوم عون الأمن أنه ما عندوش الحق باش ياخذ جواز سفر ويسافر من تلقاء نفسه. هناك العديد من الخروقات اللي موجودة في القانون بتاعنا، وهي سالبة الحرية وسالبة إلى أبسط مقومات حتى الحقوق الإنسان في المنظومة الدولية بتاعه. إلى جانب هذا ذكر السيد وكاتب العام الأمين العام المساعد سي محمد الزيتوني، وذكر أنه الأمن اليوم يمنع عليه أنه يتزوج بمحجبة أو بناشطة سياسية. نتصور أنه من باب الحريات منع مجلس وطني تأسيسي، وكل نائب له الحق أن يتكلم ويجب أن يتكلم، ونحن توا موجودين قاعدين نعيشوا في فترة متاع قمع للنائب من حيث تحديد المدة التي يجب أن يتكلم فيها، المواضيع التي يجب أن يتكلم فيها، والولاءات، لأنه فما ناس تجب تتكلم أكثر من ناس أخرين، ومحاولة تضييق على النائب. وهذا اللي صار في مسرحية سحب الثقة من وزيرة المرأة، أنه السيدة نجلة بوريال ما تمكنتش أني تقول على كل التجاوزات، وتم التركيز إلا على حادثة الاغتصاب. أما لكن التجاوزات اللي موجودة في وزارة المرأة، حادثة الاغتصاب كانت هي النقطة التي أفاضت الكاس. والنواب في جلسة مساءلة للوزيرة حتى من حركة النهضة قدموا العديد من الملفات اللي فيها تجاوزات وتم التغاضي عنها، ومن أجل الولاء لحركة النهضة تم التصويت ضد سحب الثقة، بالرغم أنه العديد من نواب النهضة مقتنعين بأن هذه الوزيرة فاشلة ويجب أن تغادر في أقرب وقت ممكن. على كل، حتى ولو أعطاكم الوقت الكافي للحديث وللتحدث والمساءلة، فإن النتيجة ستكون هي ذلك باعتبار الأغلبية أمام الرأي العام. يجب توضيح ذلك الرأي العام. من لائحة سحب الثقة لسي أمبادي إلى لائحة أعفاء رئيس الجمهورية. أعفاء رئيس الجمهورية، وإحنا زاد في كنواب لنداء تونس أمضينا على اللائحة هذه، مع كل احترامنا للسيد المصطفى المرزوقي الحقوقي الكاتب المفكر، واللي أنا واحد من الناس كان لي شرف أني عملت معه في المؤتمر من الجمهورية، واللي تعرفت فيه على رجل معناها مثقف، رجل له العديد من الأفكار، إلا أنه بعد دخوله إلى قصر قرطاج ومن ذلك الوقت وقبل ذلك بقليل من وقت اللي وعدته النهضة بأن يكون رئيسا للجمهورية بدأ التغير، وهذاك علاش فما العديد من الانسحابات من حزب المؤتمر من الجمهورية الذي انقسم إلى 4 أو 5 معناها أحزاب الآن. السيد المنصف المرزوقي ممكن نعرفوه بحالته الانفعالية، وممكن لانتصاره العديد من القضايا ودخوله إلى قصر قرطاج، أنا نشوف أنه مع النفسية التي عرف بها السيد المنصف المرزوقي وكذلك مع الضعف المستشارين داخل قصر قرطاج. هل تغير السيد المرزوقي كما كنت، هل بدل معناه من اللي كنت خدمت معه؟ انت كنت معه في المجلس في الحزب المؤتمر، ثم غادرت الحزب المؤتمر ودخلت النداء تونس. أيوة. يعني عرفت السيد المنصف المرزوقي قبل ما يدخل قصر قرطاج. تبدل عرفته معناه هو بيده قعد السيد المنصف المرزوقي؟ لا، ما هوش هو نفسه، مش هو بيده. تبدل على مستوى مواقفه، على مستوى الخطاب نتاعه، على مستوى خاصه معناها المواقف والمبادئ التي كنا ندافعوا عليها في المؤتمر من الجمهورية، مناصرتنا للضعفاء، للشهداء، لملف الجرحى والشهداء اللي إلى حد الآن ما السيد المنصف المرزوقي ما عمل فيه حد شيء. لكن حملت التو كنت تحمل في المسؤولية المستشارين اللي مع السيد المنصف المرزوقي. إيه، لكن أنا تو نحكي على أساس أنه هو كرئيس جمهورية، وهذايا من جاي سواء من
ممكن السيد المنصف المرزوقي بأصوله إلى قصر قرطاج تبدلت المعطيات ولم لم وليست له ممكن الصلاحيات حتى أنه يقوم بالعديد من الوعود اللي قدمها للناخبين بتاعه. وفما مسألة أخرى وهو أنه أنا أشوف أنه السيد المنصف المرزوقي بدأ حملته الانتخابية مبكرة لأنه فما أحساس وهذا موجود عند الناس كل أنه لا يريد مغادرة قصر قرطاج، بالإضافة إلى ذلك أنه المستشارين بتاعه هم مستشارين من في مستوى ضعيف وضعيف جدا. العديد منهم كما قلت لك كانوا يعملون في الحملة الانتخابية للسيد المنصف المرزوقي وحتى البعض منهم ما عندوش حتى أي شهادة علمية، ولكن تم معناها ملء قصر قرطاج على أساس الولاء وعلى أساس الناس اللي خدمت معاه، ومش حتى في تونس، الناس اللي كانوا البرة اللي كانوا في فرنسا ممكن اللي كانوا عايشين معاه قبل واللي عاونوه على مستوى الفيسبوك وعلى المستوى على مستوى الحملة الانتخابية. بالنسبة للمستشارين اللي حتى جاوا معاه كما سي طارق الكحلاوي ولا سي عدنان منصور نشوفوا في الأداء الهزيل نتاعهم كيفاش معناها تصريحات متضاربة، معلومات غالطة، معناها تصريحات معناها تستفز الناس، تصريحات غير مسؤولة، وهذا معناها يزيد يعمق المشكل داخل رئاسة الجمهورية مع الأخطاء التي يقوم بها السيد المنصف المرزوقي في تصريحاته الشخصية اللي يقوم بها. وأخيرا المسألة هذه نصب المشانق للعلمانيين، وكأنه في تونس والسيد المرزوقي يعرف أنه المشكل ليس ما بين إسلاميين وعلمانيين، المشكل في تونس هو ما بين التطرف والاعتدال، والشيء هذا كان يقول فيه هو قبل، وهو يعتبر نفسه علماني لكن العلماني بمفهومه هو، ولكن اليوم ولا السيد المنصف المرزوقي يتطاول على الشعب التونسي لأنه لم يمثل الشعب التونسي وإنما مثل فئة معينة ويعمل ويخدم في أجندة خاصة به هو بالذات وخاصة بحزبه من أجل ضمان البقاء في كرسي قرطاج إلى ما نعرفش وقت ايش يحب. قبل ما نختم معك ولا في الختام معك نعطيك الكلمة الحرة في هذا الفضاء الحر، سي عبد العزيز القطي ماذا تقول؟ والله أنا أقول أنه يجب على الشعب التونسي أن يكون فطن، وأنه كما قاعد معناها يمارس في الضغط على المجلس الوطني التأسيسي أنه يكمل في أقرب وقت ممكن، وأنه يمارس الضغط متاعه بأنه ما يتمش الإهدار المال العام، أنه الضغط هذا يكون على مستوى الحكومة، لأنه المجلس الوطني التأسيسي ماذا بينا النواب معناها الأغلبية النواب اللي معناها تؤمن بأنه الفترة الانتقالية هذه لازم تكون أقصر ما يمكن، نحب نكمله في أقرب وقت ممكن، نحب نعطيه للشعب التونسي دستور في مستوى الأمل متاعه وفي مستوى الثورة. أنا نعتبر أنه الحكومة هي الآن التي يجب مراقبتها لأنه الشعب التونسي وقضايا ورهانات الثورة موجودة بين أيدي من يمارسون في الحكم في السلطة التنفيذية سواء في الرئاسة أو في الحكومة، وهنا يجب الضغط عليهم، وإذا كان الناس هذه تؤمن بالشفافية يجب أن تصرح بممتلكاتها أولا وأن تقدم التضحيات للشعب على مستوى أوقاتها على مستوى أموالها وعلى مستوى معناها الأفكار وما يجب أن يقدم للشعب هذايا العظيم من حلول من أجل الوصول إلى حل مشاكله وخاصة منها غلاء المعيشة و الأمن وما تبع ذلك والقضاء واستقلال القضاء، وهذا هو ثورة هذاك على جهات من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف هذه حتى أن نضمن للشعب التونسي العيش الكريم. شكرا لك سيد عبد العزيز القطي نائب المجلس الوطني التأسيسي وعضو المكتب التنفيذي لنداء تونس، بارك الله فيك على قبولك الدعوة وحضورك معنا. أعزائي المشاهدين إلى هنا انتهى توقيت برنامج الفضاء الحر، إلى أن نلتقي لكم منا أجمل التحيات وتصبحون على خير.